قلع البدلة ولبس الكفن وملحقش يفرح بعش الزوجية. رحيل صادم لمحمد عريس الجنة في إنا، مش هتصدق اللي حصل له لما راح عش الزوجية. صدمة ألم عاشها أهالي إنا بعد وفاة شاب عنده 27 سنة اسمه محمد أحمد، وزي ما لقبوه بعريس الجنة. محمد كان لسه بيحتفل بزفافه من أسبوعين بس، لكن اللي حصل له ما كانش يخطر على بال حد. وأول ما راح عش الزوجية اتصاب بالحمى علشان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ما اتنقل للمستشفى. محمد كان من خيرة شباب قريته، الكل كان بيحبه. وفاته كانت صدمة كبيرة للكل، ومحدش كان يتوقع اللي حصل. كان فرحان يوم زفافه، اليوم ده بالنسبة له كان غير أي يوم في حياته. ما كانش باين عليه آثار التعب اللي جاله فجأة يوم الصباحية. أسرة محمد عايشة في صدمة، مصاب جلد، الدموع مش مفرقاهم. واللي حصل لهم ما كانش يخطر على بالهم في اليوم. ازاي محمد مات؟ محمد كان معانا، كان في حضننا، كنا لسه بنبارك له على فرحه، كان شبه الملايكة في اليوم ده. اكيد كل ده ما حصلش، اكيد محمد عايش. بحسب كمان اصحاب محمد، فهو قبل فرحه كان باين عليه السعادة، كان بيلف بنفسه على المعازيم ويدعيهم. كنا لسه بنتكلم عن فرحه وبنقول له اليوم ده هنولعها، وفعلا اليوم ده كان للتاريخ، كلنا كنا فرحانين بيه وكان في قمة سعادته. اليوم عدى بشكل طبيعي، وعلشان محمد محبوب من كل الناس، كل القرية لاحت له في اليوم ده. بحسب صديق محمد قال عريس الجنة من نجع سند بقرية حجازة بحري اتصاب بحمى شديدة في يوم الصباحية، وقعد بسببها 15 يوم في المستشفى قبل ما يلفظ أنفاسه الأخيرة. وإن أهالي القرية في حالة حداد حزنا على وفاة الشاب اللي فقد حياته بسبب داء الحمى وهو عريس جديد. وقال كمان إن محمد كان بيتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة ومواظب على صلاته. ومع وفاة محمد كل القرية كانت حزينة عليه، وطلع المقاد في جنازته علشان يودعوه لمثواه الأخير. وبيقول إن الناس كانت لسه هتروح لمحمد في الصباحية، لكن اتفاجئوا إنه تعبان، وعلى طول طلبوا الإسعاف وراح محمد المستشفى. لكن هناك القدر كان مخبيله الموت، واتفاجئت أسرته وزوجته باللي حصل له، والكل كان في صدمة وحسرة محدش يستحملها. عدد من أصدقاء محمد نعوه بكلمات توجع القلب، وقالوا في منشورات على حسابهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا أطيب خلق الله، أقسم بالله الواحد مش مصدق ومش مستوعب، في الجنة يا عريس الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله عريس الجنة محمد.